انسى يا رامي، انسى واترك ايام السجن محبوسه جوات السجن ولا تطلع على برا. كل شيء عم يصير غصب عني. لميس، انا واقف بوش حياتك شيء؟ جاوبيني بكل صراحه. شو قصدك؟ قصدي انك انت عم تفكري تبعدي عني شيء. ليش هيك عم تقول؟ بالسجن قعدت مع حالي كثير بدون الكرسي، حسيت انه انا وهذا الكرسي مثل بعض، بس الفرق انه انا اللي حابسه للكرسي، ما هو اللي حابسني. حاسه انه في رامي جديد. ورامي الجديد عم يسألك، انت عم تفكري تشوفي حياتك بعيد عني؟ انا بحب رامي ومتضايقه من رامي، بس ولا يمكن اني اتركه. فيني اسالك سؤال بصراحه؟ اسالي. انت ليش ما بدك يعني كمل معرضي؟ لانك بتكوني عم تلتهي عني وتحرميني وقت هذا الي من حقي. بكل صدق رامي، انت مقتنع بهالحكي؟ كنت شوفك وانت عم تفكري بالمعرض وايام المعرض وكيف الصحافه بدها تكتب عنك والتلفزيون اللي بده يصور تماثيلك تمثال. انا تمثال مكسور بالزاويه والكاميرا ما بتاخذ التماثيل المكسوره. انت بالضوء وانا بالعتم. كنت غيران من اني انجح؟ نجاحك كان يخوفني. لميس انت قويه، انا هذا الكرسي اقوى مني. خفت نجاحك يسرقك مني وتتركيني، تتركيني بسجن مالي خلاص منه، لا اذا طلعت براءة ولا اذا حكموني باعدام. لهيك رنيم ما ارتاحت، ما طلعت برا السجن لحتى ضمنت انه في رنيم تاني جاي بدالها. رامي، رح تمنعني عن معرضي؟ انا فايت نام.